طيب احنا في التوك دي هنتكلم عن symptoms والساينز في حالة ايزمنجر سندروم. قبل ما نتكلم، انا عارفة ان احنا كتير بنقول ان العيان اللي بيكون عنده ليفت تو رايت شنت وبعدين يحصل انكريز في البلمونري ارتري بريشر ويحصل ريفرسبل دامج في البلمونري فاسكولار باد والبلمونري فاسكولار ريزيستنت تبقى ريفرسبل انكريز اكتر من 10 وود يونت بالقسطرة، هو العيان ده كان بيبقى عنده symptoms of left to right shunt اللي هو الهارت فيلير والكونجيشن وكده، وفجأة يبقى العيان ده asymptomatic which is very true. بس هو احنا يعني لو هو العيان ما بقاش عنده symptoms of left to right shunt والحكاية وقفت على كده، طب ما دي حاجة كويسة ان العيان بقى asymptomatic. ليه بنبقى قلقانين من الايزنمنجر سندروم؟ ايه مضاعفاته؟ ايه وجه خطورته؟ هو صحيح بقى اسمبتوماتيك من الليفت تو رايت شنت، لكن هو حصلت حاجة مهمة في الجسم، حصلت فيها رايت تو ليفت شنت ريفرس شنت. يعني انا عندي دي اكسجينيتد بلاد بيعدي من الديفكت اللي كان قبل كده بشنت ليفت تو رايت وبقى بيروح للسيستميك سيركيليشن. لذلك الايزنمنجر سندروم it is a systemic disease، هو مالتي اورجانز افكشنز. يعني في حاجات واحنا بنتكلم فيها، يمكن الكلام ده مش في الاطفال طبعا عشان الايزنمنجر سندروم زي ما قلنا قبل كده هو اكشوالي متشخص في الاطفال وتشتغل في الادلت. بالنسبه للناس اللي بتشتغل جوتش او ادلت كونجنتال هارت ديزيز، يعني هي المفروض تبقى عارفه هي بتدور على حاجات معينه، لان هي زي ما قلنا هو مالتي اورجانز افكشن. طيب المالتي اورجان افكشن هنمسكهم من الاول كده. في الهيماتولوجي هنتكلم على possibility of clot وبليدنج الفاسكولار سيستم اللي موجود عندنا، وهناخد الاورجنز المهمه البرين واللنج والكيدني والليفر والجول بلادر، دول الاربع حاجات اللي موجودين فيهم. بالنسبه للكارديك، عيان الايزمنجر سندروم هو عيان عنده رايت تو ليفت شنت، هو المايكارديوم بتاعه افكتد من الساينوزس، لذلك العيانين دول بيحصل عندهم اريثميا. العيانين دول should be put على الانفكتيف اندوكاردايتس بروفلاكسس لان هو عنده افكت موجود وفي رايت تو ليفت شنت، فالحاجتين دول لازم ما ننساهمش. الهارت فيلير عيان الايزنمنجر ما بيموتش من الهارت فيلير قوي عشان هو الفانكشن بتاعته بريزيرفد على حساب الساينوزس اللي موجود فيها، يعني الار بي مش بيفيل عشان هو بيواجه بالمونري ارتري بريشر اكستريملي هاي، لكن هو الشنط اللي موجوده عنده بتسرب الدم، يعني فهو مش بيواجه كل الريزيستنت دي لكن هو بيكمبنسيت فيها. لذلك الحاجتين الكارديك اللي احنا بنخاف منهم على عيان الايزنمنجر الاريثميا والافكتيف اندوكاردايتس. هنبدا ناخد بقيه الاورجنز الموجوده ونشوف احنا المفروض نتكلم على ايه. طيب هو احنا في الهيماتولوجيكال بوينت، واحنا عندنا كرونيك هايبوكسيميا الموجوده نتيجه الساينوزس، دي بتعمل استيميليشن عشان الاريثروبيوسيس، فبيحصل عندنا سكندري بوليساسيميا. طيب السكندري بوليساسيميا اللي موجوده دي بتستخدم كل الايرن اللي موجود عندنا، فالعيان ده بيبقى عنده ايرن ديفيشنسي، بتزود الهيماتوكريت فاليو، فبيكون عندنا هايبر فيسكوستي. الهايبر فيسكوستي دي بتؤدي لثرومبس. طيب يبقى معنى ذلك احنا لازم واحنا بنشوف عيان الايزمنجر سندروم نعرف ان الديفولت بتاعه ان الهيموجلوبين بتاعه عالي. يعني ما ينفعش عيان ايزمنجر يكون الهيموجلوبين بتاعه اقل من 20 22. ده بعض البراكتس الخاطئ اللي هنتكلم فيه بعد شويه، ان الناس بتوصل الهيموجلوبين بتاعه ل 12 او 13. هو لو 12 او 13 هو انيميك، يبقى العيان ده ما ينفعش يكون الهيموجلوبين بتاعه اقل من 22. الهيماتوكريت فاليو بتاعه ما ينفعش يكون اقل من 60. هو باي ديفولت عنده اريثروبيسيز عاليه وبيكون موجود عنده. زي ما احنا قلنا ان الايرن بيخلص في الاريثروبيسيز دي وفي السكندري بوليساسيميا، لذلك العيان ده مع ان الهيموجلوبين بتاعه عالي لكن هو الار بي سيز بتطلع من البون مارو متلهوجه، فبيكون الايرن جواها قليل. لذلك مهم جدا ان احنا في السي بي سي بتاعت العيان ده نعمل سيرم فيريتين ونعمل فيريتين ساتوريشن ليفل ونعمل كل الانديسز بتاعه الايرن ديفيشنسي انيميا ونعالجها. في احيان كتير انت ما بتحتاجش تعمل فلوبوتومي للعيان ده، لكن بتحتاج انك تعوض ايرن. فمن الحاجات دي ان احنا في الهيماتولوجيكال بوينت العيان ده لازم الهيموجلوبين بتاعه يكون اكتر من 20، الهيماتوكريت فاليو لازم يكون اكتر من 60. ما يخدعكش الهيموجلوبين العالي، لازم تعمل تتشيك ان العيان ده ما عندوش ايرون ديفيشنسي انيميا اللي احنا عرفنا، عشان هو السكندري اريثروبيسيس اللي موجوده عنده بتعمل ديبليشن لكل الايرون اللي موجوده عنده، بيكون اقل، بتبقى ار بي سيز كتيره 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 بس جواها الايرون بتاعها زي قلتها، يعني هي مش قادره تشيل اكسجين عشان الايرون فيها قليل.
طيب احنا قلنا ان العيان ده بيكون عنده هايبر فيسكوستي، بيبقى الدم اللي ماشي ده عباره زي العسل، فكتير بيحصل عندنا كلوتس او ثرومبوزس الموجوده موجوده عندنا، ولازم نشوف هنتكلم عليها بالتفصيل بعد كده، بس لازم نعرف ان العيانين دول عندهم عرضه للثرومبوز. طب بالنسبه للفاسكولار سيستم اللي موجود عندنا، الهايبر فيسكوستي اللي موجوده عندنا هي قلنا نتيجه سكندري بوليساسيميا، بتعمل شير ستريس، بتطلع ناتريك اوكسايد. ناتريك اوكسايد ده باس ديليتور، لذلك العيانين دول دايما ضغطهم واطي وبيشتكوا من سنكوب، فانت تبقى انت فاهم ان ده نتيجه الهايبر فيسكوستي. ما عندناش عيان ايزنمنجر بيبقى هايبر تنسف، يوجوالي هم عندهم باس ديليتور ديليتيشن، وممكن تبقى فاهم السنكوب ده سببه. طيب هنتكلم دلوقتي على السيربرو فاسكولار، قلنا احنا هناخد البرين. طيب البرين من ضمن الحاجات في عيان الايزنمنجر الهايبر فيسكوستي ممكن تسبب ستروك او تي اي اي. طيب هو نتيجه البروفايل بتاع الكواجليشن الملخبط ده، فممكن يكون عندهم سيريبرال هيمروج، يبقى العيان ده سواء ممكن يجيله ستروك او يجيله سيريبرال هيمروج، الاثنين واردين. فعشان كده اي عيان ايزنمنجر بيشتكي من صداع، هو احنا لازم نعمل سي تي برين. اي عيان بيشتكي من صداع في عيان ايزنمنجر لازم نعمل سي تي برين. في نقطة ثالثة، إن إحنا عندنا رايت تو ليفت شنط. الرايت تو ليفت شنط الموجودة عندنا ممكن تعمل لنا بارادوكسيكال امبوليس، وكتير من عيانين الايزنمنجر عندهم برين ابسس، علشان هو أي كانيولا موجودة، أي كانيولا أو أي فينس اكسس، هو اكشوالي في عيان الايزنمنجر هو لكن ارتيريال اكسس، فممكن يحصل أي اورجانيزم أي بكتيريا وهو بياخد أي حقنة لأي سبب، يعني زي ما إحنا كلنا بنعمله، لكن هو الفينس اكسس في عيان ايزنمنجر ايكوال ارتيريال اكسس في اي عيان نورمال، علشان منه رايت تو ليفت شنت، فكل ده بيروح لاي اورجانيزم ممكن يروح، وفيري كومن ان العيانين دول يحصل عندهم برين ابس. يبقى بالنسبه للبرين ممكن يحصل عندها ستروك او تي اي اي، ممكن يحصل عندها سيربرا هيمورج، ممكن يحصل عندنا برين ابس. طيب اللنج عندنا برضو بتأفكت بنفس الطريقه، يا اما يحصل فيها بالمونري اتري ثرومبوزس نتيجه الهايبر فيسكوستي الموجوده، فتعمل لنا بالمونري انفاركشن فيحصل هيموبسيس. طيب بالنسبه للكدني، الكدني مهمه جدا، يعني في نقطه كده دايما بنغفل عنها في عيان الايزنمنجر، هنفهم هنا سبب ايه. الهايبر فيسكوستي ممكن تعمل لنا رينال ديسفانكشن، فيحصل هايبر برفيوجن نتيجه الهايبر فيسكوستي الموجوده عندنا. طيب برضو بيحصل عندنا اليوريك اسيد بتاع العيانين دول بيعلى عشان الرينال كليرنس لليوريك اس نتيجه الديسفانكشن بيقل، لذلك كل عيانين الايزنمنجر بيشتكوا من جاوت، لازم تتشيك اليوريك اسيد. يبقى واحده من ضمن الحاجات اللي احنا قلناها دلوقتي، السي بي سي لازم تعملها روتين في متابعه اي عيان ايزمنجر. دلوقتي فهمنا، قلنا هنعمل برين سي تي هون انديكيتد، يعني تاني حاجه بنعملها روتين ان احنا نعمل نتشيك اليوريك اسيد. مع السي بي سي انت لازم تتشيك السيرم فريتين والليفل اوف فريتين ساتوريشن، بس السي بي سي لوحدها مش كفايه، لازم نعمل معاها السيرم فريتين ونعمل فريتين ليفل اوف فريتين ساتوريشن، وكمان لازم نعمل يوريك اسيد باي ديفولت. هتتفاجئ هو قد ايه كميه الايزنمنجر سيندروم اللي عندهم جاوت، وممكن لو عالجت الجاوت بكلوشيسين او الالترناتيف بتاعته، هم العيانين دول قد ايه هيتحسنوا. keep in mind عيان الايزنمنجر عنده جاوت. طيب اللي بعد كده عندنا في الجول بلادر، بيحصل في الليفر والجول بلادر بيحصل هايبر برولينيميا، عشان increase الاريثروسايتوزس الموجوده عندنا بتزود الار بي سيز ديستراكشن، فبيحصل عندنا ان البروبين بتاعنا بيزيد وبيحصل جول بلادر ستونز. اكشوالي هو اكتر عمليه نون كاردياك سيرجري بيحتاج يتعرض لها الايزمنجر سندروم بيشنت هي الكولوسيستكتومي، فلذلك العيانين دول لازم يتابعوا، ولازم يتابعوا بالترا ساوند كويس، ممكن تتابعهم كل سنه انك انت تتاكد ان ما فيش جول بلادر ستونز بقت موجوده. دي اكتر عمليه بيحتاجوا ان هم يعملوها، سواء يعملوها لابروسكوبيك او يعملوها سيرجري. يبقى دي برضو من ضمن الحاجات اللي احنا بنركز عليها، ان العيان ده عنده تندنسي ان يحصل عنده جول بلادر ستونز اكتر من غيره. احنا كده خلصنا السيمبتومز والساينز بتاعه الايزمنجر سيندروم، وهنتكلم على الثيرابي ان شاء الله في التوك اللي بعدها. شكرا جزيلا.